السلام عليكم. ان شاء الله في الفيديو دوت هشرح شابتر رقم 2 في جزء الانالوج اللي هو جزء دكتور فتحي. احنا اول حاجه خالص خلصنا شابتر رقم 1 في جزء الانالوج اللي هو بتاع الكرنت سورس، و السيشن اللي فاتت خدنا حته من الديجيتال، وان شاء الله النهارده بقى هنخش في شابتر رقم 2 في الانالوج اللي هو مين، اللي هو الديفرنشال امبليفاير. فده كده شابتر رقم 2 في الانالوج. هنبدا في الاول خالص باساسيات الديفرنشال امبليفاير و البلوك الاساسي بتاعه بيعمل ايه. هنبدأ بقى نخش في الديزاين بتاعه وتركيبه الداخلي، بعد كده هنتكلم بقى عن الاناليسيس بتاعته ونحل معادلاته، بعد كده هناخد اكزامبلز على الديفرنشال امبليفاير. فالفكرة الأساسية في الديفرنشال امبليفاير ان هو ديفايس بيخش له تو انبوتس وبيطلع منه اوتبوت، فبيخش له في واحد وفي اتنين اللي هما تو انبوتس وبيطلع منه ايه؟ بيطلع منه اوتبوت. التو انبوتس دول بيبقوا اي سي سيجنالز، بيبقوا اي سي سيجنالز، والاوتبوت بتاعه بيبقى عباره عن الفي واحد ناقص الفي اتنين اللي هو الديفرنس بينهم، عشان كده اسمه ديفرنشال امبليفاير، مضروب في الجين، عشان كده اسمه امبليفاير. فهو ديفرنشال امبليفاير ان هو بيامبليفاي الديفرنس ما بين التو اي سي سيجنالز اللي داخلين له، بيامبليفاي الديفرنس ما بين التو اي سي سيجنالز اللي داخلين له اللي هو في واحد وفي اتنين، فبيطرحهم من بعض يجيب الديفرنس ويضرب فين؟ يضرب في الجين. الفكرة ان دلوقتي التو انبوتس دول لو كانوا ان فيز هيتعامل الديفرنشال امبليفاير بجين معين، ولو كانوا اوت اوف فيز يعني في ما بينهم في شيفت 180 درجة هتلاقي ان الجين ده بقى جين مختلف زي ما هنشوف دلوقتي. يعني لو جينا التو انبوتس دول اوت اوف فيز في ما بينهم في شيفت 180 درجة اللي هو كان ما بينهم في سالب، اشارة سالبة، لان السالب هو في شيفت 180 درجة، ساعتها هتلاقي ان هو بيطرحهم، طبعا ده اصلا هيبقى فيه سالب فكانه بيجمعهم، لان ده اصلا هيبقى فيه ما بينه وما بين ده اشاره سالبه 180 درجه، هيبقى فيه واحد ناقص وهتلاقي اصلا فيه ناقص. يعني هنشوف الكلام ده كمان شويه نبدا نخش بقى في الاناليسيز. المهم ان هو هيطرح التو سيجنالز وهيضرب في حاجه اسمها ايه، ديفرنشال، وهتعرف كمان شويه ليه لما نبدا نخش في الاناليسيز ليه الايه ديفرنشال ده بنبقى عايزينه يبقى كبير جدا. تعرف ان الايه ديفرنشال دوت هو بيمثل الجيم بتاعي، فانا ببقى عايز ان هو يبقى كبير. فلو كانوا التو سيجنالز داخلين اوت اوف فيز في ما بينهم في شيفت 180 درجه، ساعتها هيطرحوا من بعض كانوا بيقول في واحد ناقص ديت، بس طبعا دي هتبقى في شيفت 180 درجه فتلاقي ان هو ناقص ناقص فتبقى زائد، وبيضرب بعد كده الكلام دوت في جين اسمه الايه ديفرنشال اللي انت نفسك يكون كبير جدا. طيب لو كانوا بقى تو سيجنالز داخلين ان فيز بنفس الفيز، فساعتها برضه هيطرحهم من بعض هيقول في واحد ناقص في اتنين، بس هيضرب في جين اسمه الاي كومن، الاي كومن بنسميه اي كومن مود، وانت نفسك الاي كومن مود ده يكون صغير جدا، يعني الايديال نفسك يكون بزيرو. ليه؟ هنعرف كمان شويه. هتعرف ان اصلا لما تكون السيجنال داخله بنفس الفيز دي كده النويز، لان النويز بتاثر على التو انبوتس بتوعك بنفس الفيز، وهنعرف كمان ان هي بنفس الفاليو. طبعا ممكن يكون مثلا فاليوز مختلفه حاجه بسيطه، فيبقى حاصل طرحه مش بزيرو. يعني لو النويز اثرت على تو انبوتس بنفس الفاليو وهي كده كده بنفس الفيز، فانت تلاقي ان الفيو واحد هي نفسها الفي اتنين، فتلاقي ان هي بزيرو، فانت مش محتاج اصلا تقلل الايكوم مود، لكن هتلاقي في ديفرنس صغير ما بين الاثنين، فعلشان كده انت نفسك الاي كومن، احنا ليه سميناها كومن مود؟ لان هي كان النويز داخل الكومن على التو انبوتس بنفس الفيز بنفس الماجنتيود، فبنسمي ان احنا كده شغالين في الكوم مود، ان سيجنال دخلت على التو انبوتس بنفس الفيز، سيجنال دخلت على التو انبوتس بتوع الديفرنشال امبليفاير بنفس الفيز ونفس الماجنتيود، فبنسميه كده ان انا شغال في الكوم مود. فساعتها بيبقى الاي كومن مود ده انت عايزه اقل ما يمكن، لان حاصل الطرح هيبقى فيه فاليو صغيره، لان هما مش هيبقوا ايدنتيكال، يعني النويز هتاثر على الاثنين وهما جنب بعض بس مش شرط يكونوا ايدنتيكال، فانت نفسك يكون الاي كومن مود ده حاجه صغيره جدا علشان يبقى الفي اوتبوت الناتج عن النويز يكون ايديال بزيرو. وهتعرف بقى ان السيجنال الاصليه بتاعتك ده اللي هنشوفه دلوقتي هتقسمها نصها هنا ونصها هنا، نصها بالموجب ونصها بالسالب، بحيث يبقوا داخلين اوت اوف فيز. فلما اجي اطرحهم اقول النص الموجب ناقص ناقص النص السالب فيبقى زائد النص السالب، فيديني الانبوت كله، فيديني في الاي ديفرنشال اللي انا اصلا عايزه يبقى كبير، وده برضه اللي هنشوفه دلوقتي. فيبقى الفي اوت هو في واحد ناقص في اتنين في الاي ديفرنشال، لو كان الفي واحد والفي اتنين اوت اوف فيز، وساعتها احنا كمان اللي هتعرفوا ان انا احط الانبوت بتاعي هيبقى اسمه في انبوت ديفرنشال، اللي هو الانبوت بتاعي اللي انا عايز اكبره اصلا، اللي انا على اساسه مستخدم ديفرنشال امبليفاير. انا ليه ما استخدمش امبليفاير عادي؟ ان الديفرنشال امبليفاير هو اللي عن طريق الحركه ديت، عن طريق حركه الكومن هيريجكت النويز،
ليه؟ لان انا مستخدم ديفرنشال امبليفاير. فدلوقتي لما اجي ادخل السيجنال بتاعتي اللي انا هسميها في انبوت ديفرنشال، اللي هي السيجنال بتاعتي اللي انا عايز اكبرها، هتشوف ان انا هدخل على الانبوت في واحد ده اللي هو اول تيرمينال نص الفي انبوت موجب، وهدخل على الانبوت التاني نص الفي انبوت برضه بس بالسالب. فبالتالي انا حطيت خليت نفس الفاليو بس بفيس شيفت 180، فتلاقي ان هو النص الموجب ناقص ناقص النص السالب اللي هو الفي انبوت ديفرنشال نفسها، ويضربها طبعا في الاي ديفرنشال، لان هو طالما داخلين اوت اوف فيز فهيبقى الديفرنشال امبليفاير بيضرب في الاي ديفرنشال اللي هو هيبقى رقم كبير، وهنشوف كمان شويه ليه رقم كبير. طيب يبقى انا كده فعلا قدرت اكبر السيجنال بتاعتي، ان انا دخلت نصها هنا ودخلت نصها هنا بالسالب، بالتالي الديفرنشال امبليفاير شاف ان هم اوت اوف فيز، فبدا طرحهم كانه جمعهم كانه اداني السيجنال الاصليه بتاعتي، لان انا كنت داخل نصها هنا ونصها هنا، وبعد كده يضربوا في الاي ديفرنشال اللي انا اصلا هبقى مظبط الديزاين بتاعي ان هو لما يكون اوت اوف فيز ويضرب في الاي ديفرنشال، في الاي ديفرنشال ده هيبقى رقم كبير. طب في حاله بقى ان هم ان فيز، مين اللي هيخش ان فيز؟ مش انا اللي هدخله الان فيز ده، هيخش النويز. هتلاقي النويز اثرت على التو تيرمينال بنفس الفيز، حتى ممكن نسمي الفي الفي 1 دي ممكن نسميها في انبوت كومن، هتلاقي هنا في في انبوت كومن وهنا في انبوت كومن بنفس القيمه بنفس الفيز، فساعتها هيبقى في اوت زيرو، بس ممكن تكون في اختلاف صغير، فساعتها هيبقى الرقم ده صغير. فانت نفسك ساعتها بقى تظبط الديزاين بحيث لما يعمل كده ويضرب في الايكوم مود يكون الايكوم مود ده يكون قيمته صغيره جدا. فنشوف بقى كمان شويه ازاي نحسب قيمته اصلا في الديزاين، ان الفي اوت اللي هيبقى طلع لك في الاخر هو الفي اوت ده بلس الفي اوت ده، اللي هو الفي اوت الناتج عن السيجنال اللي انت مدخلها بلس الفي اوت الناتج عن النويز. فانت نفسك الفي اوت الناتج دوت يكون بصفر، نفسك ده يبقى يكون كبير ويكون معامل تكبير كبير. فده اللي احنا هنتكلم عنه ايه دلوقتي ان شاء الله بالتفصيل. بس نرسم في الاول كده الرسمه بتاعت الديفرنشال امبليفاير. ده كيو اتنين وده كيو واحد وده ار وده ار سي ودي كده اليمين اللي هي الفي سي. تمام، فده كده رسمة الديفرنشال امبليفاير. ملحوظة بس ان انا هنا ممكن اشيل الكرنت سورس ده واحط مكانه ار. ايه ده؟ ده كرنت سورس عادي جدا اللي احنا كنا واخدينه في الشطر الاولاني. ده كده كرنت سورس ممكن يكون معمول عن طريق سيمبل كرنت سورس، ممكن يكون معمول عن طريق امبروفد كرنت سورس او ويلسون او ويدلر. فده كرنت سورس عادي ممكن يكون معمول باي نوع من الانواع اللي احنا خدناهم الاربعه، ودي كده اللي هي مين الاوبوت امبيدنس بتاعته. احنا كنا عارفين ان اي كرنت سورس احنا بنعمله ديزاين بيبقى ليه ايه اوبوت امبيدنس، فده كده الكرنت سورس ودي كده ايه الاوبوت امبيدنس بتاعته. تمام، فخلي بالك ان ده كده ممكن تلاقيه ان هو متشال في المساله ومحطوط مكانه حاجه اسمها ار اي. ممكن تلاقيه متشال ومحطوط مكانه حاجه اسمها ار اي، فهو ممكن في المساله يكون حاطط لك مقاومه هنا عادي جدا، ممكن يكون هو عامل لك كرنت سورس وليه ماكسيمم وليه اوتبوت امبيدنس اللي انت عارفها اصلا بتبقى اوتبوت امبيدنس كبير على حسب المساله. بس عايزك تبقى عارف ان الكرنت سورس اللي هو بيحطه لك هنا دوت هو كرنت سورس معمول باي طريقه من اللي احنا خدناه قبل كده، اللي هو بقى سمبل او الميرور او الامبروفد او الويلسون او ايه او الويدلر. ممكن تلاقيه ان هو شالهولك كلهم كده وحط لك مكانه ايه ار اي، فالاتنين نفس الكلام بالظبط مش هتلاقي اي اختلاف خالص. تمام، ف تعالوا نكمل. فده كده ار اوتبوت اللي هي الاوتبوت امبيدنس بتاعت الكرنت سورس، وده كده الكرنت سورس نفسه اللي هو اسمه الاي اوت. تمام، وده كده اللي هو الديفرنشال امبليفاير. دول كده التو انبوتس بتوع الديفرنشال امبليفاير اللي هو الفي 1 والفي 2، وده كده يبقى اسمه في اوتبوت 1 وده كده يبقى اسمه في اوتبوت 2، والموجب هنا والسالب هنا هيدي لك الفي اوتبوت التوتال بتاعت الديفرنشال امبليفاير، الفي اوتبوت التوتال بتاعت مين الديفرنشال امبليفاير. طيب دلوقتي في حاله ان انا جيت على الانبوت دوت والانبوت دوت وعايز بقى ادخل السيجنال بتاعتي اللي هتتكبر، هعمل ايه؟ هقول لك هتدخل هنا نص الفي انبوت ديفرنشال وهتدخل هنا سالب نص الفي انبوت ديفرنشال، بحيث يبقى ما بين النقطة دي وما بين النقطة دي
داخل الفي انبوت الفي انبوت ديفرنشال، نص الفي انبوت ديفرنشال ناقص ناقص نص الفي انبوت ديفرنشال هيدي لك الفي انبوت ديفرنشال. فيبقى كده انا دخلت ما بين التو بوينتس دول الفي انبوت ديفرنشال بتاعتي. فانا جيت على الفي 1 والفي 2 اللي هو كنا رسمينه من شويه بالشكل ده، جيت ما بين الفي 1 والفي 2 دخلت هنا نص في انبوت ديفرنشال ودخلت هنا سالب نص الفي انبوت ديفرنشال. ف يبقى ما بين النقطتين دول انا مدخل في انبوت ديفرنشال. طيب ايه اللي هيحصل دلوقتي؟ زي ما قلت لك هتلاقي ان طالما هنا دخل اي سي سيجنال اوت اوف فيز او فيز شيفت 180 درجه مع ديت، هتلاقي ان الفي اوت التوتال هو عباره عن نص في انبوت ديفرنشال ناقص ناقص يبقى زائد نص في انبوت ديفرنشال مضروب بقى في الاي ديفرنشال اللي احنا المفروض هنحسبه من الاناليسيس. فتلاقي ان الفي انبوت ديفرنشال بتاعتك اللي انت كنت مدخلها ما بين الطرفين دول اللي انت حطيت نصها هنا ونصها هنا، نصها هنا في الشيفت 0 ونصها هنا في الشيفت 180 مقارنه بده، هتلاقي ان الفي انبوت بتاعتك ديت يعني مثلا هي ماكسيموم كانت يعني كانت ماكسيموم مثلا ساين ويف 5 فولت، الماكسيموم بتاعها هتدخلها هنا الماكسيموم بتاعها يكون 2.5 فولت وهي نفس الكلام 2.5 فولت بس يكون بفيز شيفت 180. هتلاقي ان السجن بتاعتك الاي في انبوت ديفرنشال اتضربت في جين اسمه اي ديفرنشال واتكبرت. طب النويز مش هتاثر على الطرفين؟ هقول لك اه هتاثر. النويز اللي هتاثر على الطرف ده هنسميها في انبوت كومن وهنا في انبوت كومن، هتلاقي انها اثرت على الطرفين بنفس الفيز. فهتلاقي ايه اللي حصل لها؟ هتلاقيها ان الفي انبوت كومن ديت والفي انبوت كومن دي هيتطرحوا من بعض فهيدي لك زيرو، او لو كان في فرق بينهم صغير فهيدي له في حاجه اسمها الاي كومن اللي هيبقى رقم صغير جدا، فتلاقي ان الفي اوت دوت ما زادش قيمه من النويز، حصل النويز ريجكشن. او حتى لو كان زي ما نشوف يعني ان التو انبوتس دول مش ايدنتيكال زي بعض، او حتى لو كانوا ايدنتيكال احنا في المساله او في الاناليسيس هنعتبر ان هم ايدنتيكال لان النويز هتاثر على الطرفين بشكل ايدنتيكال، بس الترانزستور ده والترانزستور ده مش شرط يكونوا ايدنتيكال. اصل خلي بالك من نقطه، مش انا بقول لك ان الفي اوت ديفرنشال لما عملناها دلوقتي طلع ان هو الفي انبوت ديفرنشال مضروب في الجين ليه؟ اصلا الفي اوت 1 ده هيبقى عباره عن نص الفي انبوت ديفرنشال اللي داخل مضروب في الاي ديفرنشال، والفي اوت 2 اللي هو ده هيبقى عباره عن نص سالب نص الفي انبوت ديفرنشال مضروب في الاي ديفرنشال. فلو عايز بقى تجيب الفي اوت التوتال هتقول في اوت 1 ناقص في اوت 2 اللي هو ده ناقص ده هيدي لك في انبوت ديفرنشال مضروب في الاي ديفرنشال. فده علشان كده من شويه قلت لك ايه، قلت لك لو دخلوا اوت اوف فيز ده فيز شيفت 180 قلت لك ايه اللي هيحصل، قلت لك هتلاقي على الاوتبوت ان الانبوت اتضربت في الاي ديفرنشال. ليه؟ لان ده هيتضرب في الاي ديفرنشال وده هيتضرب في الاي ديفرنشال، وهنحسب الاي ديفرنشال كمان شويه من المعادلات والاناليسيز بتاعتنا لما نيجي نشتغل في الديفرنشال مود. فدي هتضرب في الاي ديفرنشال ودي هتضرب في الاي ديفرنشال، هيبقى الفي اوت ده ناقص ده، هتلاقي ان هو في الاخر ايه؟ هتلاقي ان هو ده ناقص ده اللي هو هيبقى الفي انبوت التوتال مضروب في الاي ديفرنشال. لكن في حاله الكومن مود، في حاله الكومن مود هيبقى اسمه الانبوت في انبوت كومن، هتبقى انت داخل هنا في انبوت كومن وداخل هنا في انبوت كومن اللي هو النويز. فالفي انبوت كومن هتضرب في الاي كومن ويطلع لك الفي اوت 1، والفي انبوت كومن هنا برضه هتضرب في الاي كومن ويطلع لك الفي اوت 2. فانت هتلاقي ان انت لما تطرح الاثنين من بعض هيدي لك الفي اوت بزيرو. بس لو كان التو انبوتس دول مش زي بعض يعني الاثنين مش في انبوت كان في فرق ما بينهم، بس ده مش طبعا مش هيظهر لنا في المساله ان احنا في الاناليسيس هم زي بعض، فساعتها هتلاقي في نسبه للفي اوتبوت اتضافت، في نسبه اتضافت على الفي اوتبوت ناتجه من النويز. طب لو كان الاثنين انبوت ايدنتيكال زي ما احنا هنفترض في الاناليسيس بس كان الاي كومن ده غير الاي كومن ده، وارد لو بارامترز الترانزستور ده غير بارامترز الترانزستور ده والار سي هنا غير الار سي هنا، لان هنشوف ان الاي كومن ده يطلع فانكشن في الار سي والحاجات دي، ساعتها هيبقى الفي اوت 1 غير الفي اوت 2، فتلاقي ان الفي اوت برضه اتضاف بقيمه نتيجه الكومن سيجنال اللي هي النويز. فكل الكلام ده هنشوفه دلوقتي في المعادلات، بس انا كان هدفي دلوقتي ان انا اشرح لك ايه اهميه الديفرنشال امبليفاير وليه بنستخدم حاجه اسمها ديفرنشال امبليفاير ما بنستخدمش مكانه الامبليفاير العادي اللي هو مثلا ترانزستور سيمبل، لان هو هنا هي امبليفاي هدخل نص السيجنال هنا نصها هنا بالسالب هيعمل امبليفيكيشن ويطلع لك هنا السيجنال متكبره، بس النويز لما تخش على الطرف ده وتخش على الطرف ده فهي هتخش ان فيز. فلو كان الترانزستور ده ايدنتيكال مع ده هتلاقي ان الفي اوت ده هيطلع زي الفي اوت ده طالما نفس الانبوت بالظبط،
فبالتالي هتلاقي ان في اوتبوت التوتال ما اتضافتش حاجه او النويز ما اثرتش عليها، فالنويز حصلها ريجكشن. حتى لو النويز يعني لو النويز هنا مختلف عن هنا حاجه بسيطه، هتعرف اصلا ان الاي كومن ان هو في حاله ان الاثنين داخلين ان فيز عن طريق الاناليسز. فالجين في حاله الكومن مود ان الاثنين داخلين ان فيز مع بعض، هتلاقي ان هو جين صغير، هتلاقي ان الفي اوت القيمه اللي اضافتها بسبب النويز اللي دخلت كانت قيمه صغيره جدا مش هتاثر عليك. فده كده اهميه الديفرنشال امبليفاير. فده كده ايه اهميه الديفرنشال امبليفاير. طيب احنا علشان نقدر ان احنا نشتغل في الاناليسيس بتاعه الديفرنشال امبليفاير محتاجين بس نراجع على الموديل بتاع الترانزستور. خلي بالك ان انا ممكن اعمل ديفرنشال امبليفاير بالبي جي تي او بالموسفت، ممكن اصنع ديفرنشال امبليفاير ببي جي تي ترانزستورز او ايه بموسفت. هنتكلم دلوقتي عن ايه، عن البي جي تي. فعايزين نتكلم في الاول عن الموديل بتاع الترانزستور. ان احنا هتلاقي عشان احسب قيمه الاي كومن مود او الاي ديفرنشال مود، فانا هشتغل في الاي سي اناليسيس لان اصلا السيجنال داخل اي سي، فانا هعمل اي سي اناليسيس. فعشان تقدر تعمل اي سي اناليسيس انت لازم تكون عارف ايه هو الموديل المكافئ للترانزستور البي جي تي. فهنتكلم دلوقتي عن الباي موديل بتاع الترانزستور البي جي تي. فكان موديل بسيط جدا، كان بيبقى ما بين البيز وما بين الاميتر في مقاومه اسمها ار باي، وفي ما بين الكوليكتور والاميتر طبعا المقاومه ار باي دي عليها فولت اسمه في باي، ماشي فيها طبعا الاي بي. وفي ما بين الكوليكتور وما بين الاميتر كان كارنت سورس قيمته هي الجي ام في الفي باي، الجي ام مضروب في الفي باي ديت، وكمان مقاومه اسمها ايه، اسمها رابط، مقاومه اسمها رابط. فده كده الموديل بتاع الترانزستور. هنعرف كمان شويه ان انا لما اقعد بقى احل الديزاين بتاع الديفرنشال امبليفاير عشان اطلع الايكويشن بتاعه الاي ديفرنشال وايه هي الايكويشن بتاعه الاي كومن، هتعرف ان الاي ديفرنشال والاي كومن هيطلعوا فانكشن في البارامترز بتاعه الترانزستور. يعني هتلاقي ان الاي ديفرنشال طلع لك فانكشن في الجي ام في الار باي والحاجات دي، نفس الكلام الاي كومن. لسه هنشوف الايكويشنز يعني. تقولي طب دي جيفن معايا في المساله، اقول لك مش شرط. هتلاقي ان هو ما بيديلكش المساله، هتلاقي مش مدي لك الار باي، مش مدي لك الجي ام، مش مدي لك الار. تقولي طب انا اجيب كوم منين؟ ما هو اكيد في المساله هيطلب مني الاي ديفرنشال وهيطلب مني الاي كومن. و انا طبعا هستنتجهم عن طريق ان انا هحل الديزاين بالشكل ده وهستنتجهم، بس المفروض هيطلعوا فانكشن في الجي ام وفي الار باي وفي الار اوت. طب ازاي احسب قيمه الاي ديفرنشال والاي كومن وانا مش عارف اصلا الجي ام والار اوت والار باي قيمهم ايه؟ هقول لك لا، هم ليهم ايكويشنز. الار باي بتساوي الفي ثيرمال اللي قلت لك هتفترضها ب 25 ملي فولت او 26 ملي فولت لو ما ادالكش قيمتها. قلت لك المفروض تجيب قيمتها ازاي والايكويشن بتاعتها، بس ما ادالكش قيمتها قلت لك افترض ان هي شغاله عند درجه حراره الغرفه اللي هي 25 ملي فولت او 26 ملي فولت على قيمه الاي بيز، على قيمه مين الاي بيز دي كده الار باي، و دي كده قيمه الار باي، والجي ام هي بيتا على الار باي، والار اوت هي الايرلي فولتج على الاي سي. فعلشان كده انت هتلاقي نفسك اصلا في بدايه المساله مضطر ان انت تشتغل دي سي اناليسز عشان تطلع قيمه الاي بي وقيمه الاي سي، علشان بعد كده تبدا ان انت تحسب قيمه البارامترز دي علشان لما تيجي تشتغل اي سي اناليسز وتطلع الاي كومن مود والاي ديفرنشال مود فانكشن فيهم، تعرف تعوض وتحسب قيمه الاي ديفرنشال مود والاي كومن مود. فانت هتلاقي اصلا ان انت علشان تحسب قيمهم قيم البارامترز دي علشان بعد كده تعوض بيها في الاي سي اناليسز وتحسب قيمه الاي كومن مود والاي ديفرنشال مود، فانت لازم اصلا في الاول تشتغل دي سي اناليسز عشان تعرف تحسب قيمه الاي بي وتحسب قيمه مين الاي سي، تعرف تحسب قيمه الاي بي وتحسب قيمه الاي سي. تمام. فده كده بس نبذه عن الموضوع. هنبدا بقى نخش دلوقتي في الاناليسيس بتاعته. فاولا يبقى احنا خلاص يعني دي كده مساله فيها رموز ما فيهاش لسه ارقام، هي مساله كلها رموز، او ده كده الديزاين عايزين نحله كرموز كده نبدا ناخد مسائل عليه. فما يهمناش قوي الدي سي اناليسيس، بس اقول لكم كده نبذه عن الدي سي اناليسيس. يعني مثلا المساله دي لو عايز احلها دي سي اناليسيس هعمل ايه؟ اول حاجه
اول حاجه خالص، ادي كده الفي واحد وادي كده الفي اتنين. طالما هتشتغل دي سي اناليسيز في اي اي سي سورس بتعمله شورت سيركت، بتلغي اي اي سي سورس، فده اي سي اللي هو الانبوت بتاعك وده اي سي، فدول هتوصلهم للجراوند. التو ترانزستور دول هما شغالين في الاكتف، فبالتالي اول حاجه قبل ما اقول لك ان هو هبدا اقسم الكلام ده على البيت عشان هما شغالين في الاكتف، اول حاجه ده كده اي اوت، ده كده الاي اوت تمام. حتى لو كان حاطط لك مقام اسمه ار اي زي ما قلت لك، لو شال الكلام ده، لو شال الكرنت سورس ده. بالمناسبه يعني عشان بس ما انساش، لو في المساله هنشوف بقى في المسائل ان هو هيبقى مديلك قيمه الاي اوت مثلا ب 2 مللي امبير، مديلك قيمه الار اوت مثلا 100 كيلو. لو جه في مساله لقيته راسم رسمه زي ديت وقال لك مثلا ان هو ويلسون او ويدلر او سيمبل، ولقيته ان هو مش مديلك قيمه الاي اوت، مش مديلك قيمه الار اوت، بس هو مديلك الديزاين بتاع ويلسون او ويدلر، معناه انه عايزك تحل في الاول وتحسب قيمه الاي اوت بتاع الويلسون ولا الويدلر، وتحسب له الار اوت لان الار اوت كانت لكل واحده فيهم ليها الايكويشن بتاعتها، وتبدا ان انت تحط الفاليوز بتاعتهم. فممكن اصلا يجيب لك مساله كرنت سورس عادي، فانت تحلها وتحسب الاي اوت وتحسب الار اوت، وبعد كده منها تبدا تحطها هنا عشان تكمل بقى وتحسب بقيه حساباتك وتحسب الكومن مود جين و الديفرنشال مود جين. فاول حاجه الاي اوت دوت زي ما قلت لك ممكن يبقى مديلك مقام اسمه ار اي اي، فيبقى ماشي فيها كارنت هتسميه اي، مش شرط يكون حاطط لك اي او بتبرر مع ار اوت، ممكن حاطط لك هنا مقام كده اسمه ار اي اي توصلها مع الجراوند، فتقول ان انا ماشي فيها كارنت اسمه ايه؟ اسمه اي. فالكارنت اللي ماشي في البرانش ده اسمه اي اوت، اللي هو نصه هيمشي هنا، نص اي اوت ونصه هيمشي هنا، بحيث هما الاثنين اتجمعوا في البوينت دي ومشي هنا الكارنت اي اوت تمام. الاي اوت ده هو الاي ايميتر هنا، وهو الاي ايميتر هنا، فعشان تحسب الاي فيز هتقول النص اي اوت دوت اللي هو هيبقى مديلك مثلا ب 2 ملي امبير مقسوم على 1 زائد بيتا، مقسوم على 1 زائد بيتا، ونفس الكلام هي نفس الكلام، واصلا انت هتفترض ان هما الاثنين سيمتريك فهتلاقي نفس الفاليوز. فيبقى انت كده جبت قيمه الاي بي اللي هو نص اي اوت اللي هو هيبقى مديلك ده مقسوم على 1 زائد بيتا، اضربه في بيتا اللي هو هيبقى مديلك في المساله، هتجيب الاي سي، فتقدر تحسب الار باي اللي هي هتبقى الفي ثيرمال اللي هي هتبقى مش مدي لك التمبريتشر بتبقى 25 ملي فولت على الاي بي. تقدر تحسب الار اوت اللي هي هتبقى الايرلي فولتج، هتلاقي انهم مدي لك جيفن على الاي سي. تعرف تحسب قيمه الجي ام اللي هتبقى البيتا اللي هو مدي لك جيفن على الار باي اللي انت اوريدي لسه حاسبها. طبعا الكلام ده هيبقى بقى في المساله هيبقى عباره عن ارقام، فهتلاقي انهم مدي لك الكرنت ده بفاليو، فساعتها بقى الفاليو ديت هتبقى هي الفاليو بتاعتك اللي هتقول نصها يمشي هنا ونصها يمشي هنا، عشان تبقى جبت الكرنت هنا وتبقى جبت ايه الكرنت هنا، ولسه هنحلها مع بعض مثال. فده كده الدي سي اناليسيس بتاع المساله. طيب الاي سي اناليسيس بقى، في الاي سي اناليسيس احنا هنشتغل اول حاجه في الديفرنشال مود مره في الكومن مود مره، يعني مره نقول داخل هنا نص الفي انبوت ديفرنشال وهنا سالب نص الفي انبوت ديفرنشال، ومره ثانيه نقول داخل هنا الفي انبوت كومن وهنا برده الفي انبوت. فنشتغل في الاول خالص في الديفرنشال مود. طيب اولا طالما انت شغال دي سي طالما انت شغال بقى اي سي اناليسيز، فانت اي كارنت سورس هيبقى اوبن سيركت، واي فولت سورس هيبقى شورت سيركت. فيبقى اي كرنت سورس عباره عن اوبن سيركت، واي فولت سورس هيبقى عباره عن ايه؟ شورت سيركت، طالما انت شغال في الاي سي اناليسيس. طيب حلو، فده كده مش هيبقى موجود اصلا في الاي سي اناليسيس، هيبقى عباره عن اوبن سيركت. طب المقاومه دي هتبقى موجوده ولا مش موجوده في الديفرنشال مود؟ يعني تعالى نتكلم في احنا هنشتغل في الديفرنشال مود اللي هو داخل ليه نص في انبوت ديفرنشال وهنا سالب نص في انبوت ديفرنشال، هل المقاومه ار اوت دي هتبقى موجوده ولا لا في الديفرنشال مود؟ هقولك بص، انت هنا هيبقى ماشي كارنت اي امتر، وده هيبقى شغال في الاكتف، ده هيبقى شغال في الاكتف، فيبقى ماشي هنا كده كارنت اسمه اي امتر. انت هتبقى مدخل هنا سالب نص الفي انبوت ديفرنشال، انت تدخل نص الفي انبوت ديفرنشال فده شغال في الاكتف وماشي هنا كده اي امتر. هنا هتبقى مدخل سالب نص الفي انبوت ديفرنشال، هتلاقي ان ده شغال في حاجه اسمها ريفرس اكتف. يعني في الاكتف بيبقى الدايد اللي ما بين البيز والاميتر بيبقى فورورد، والدايد اللي ما بين البيز والكوليكتور بيبقى ريفرس.
يبقى ده فورورد وده ريفرس لو انت شغال في الاكتف. لو انت شغال في الريفرس الاكتف هتلاقي العكس، ده بيبقى ريفرس وده بيبقى فورورد. فتلاقي انت لو مدخل هنا سالب نص في انبوت ديفرنشال ده بيبقى ريفرس في مود كده مش متعرف عليه اسمه ريفرس اكتف. في الريفرس اكتف بتلاقي ان الكرنس معكوس، يعني هتلاقي ان الاي اميتر طالع كده، هتلاقي ان الاي اميتر طالع لك كده. وطبعا هو الاثنين ايدنتيكال، فهتلاقي الاي اميتر ده كله راح هنا وطلع هنا، فتلاقي ان جهد النقطه دي زيرو، كل الكرن ده راح هنا وجهد النقطه دي اصلا زيرو. فكان البوينت دي متوصله بالجراوند بتاع السيركت، كانك عامل سلكايه على المقامه دي. فانت هتلاقي ان المقامه دي هتختفي، عايز تسميها ار اوت ماشي، عايز تسميها ار اي عشان ممكن تلاقي في الملزمه تسميها ار اي، بس انا كنت مسميها ار اوت عشان هي بارل مع كرنت سورس، هي ما كانش في مقامه اسمها ار اي، ده انا كنت حاطط ار اوت بارل مع كرنت سورس. فتلاقي في شورت، هتلاقي في الديفرنشال مود بيبقى في شورت سيركت على المقامه دي، المقامه دي ما بتبقاش موجوده لان بيبقى جهد النقطه دي زيرو، عكس في الكومن مود هتلاقيها موجوده. ففي الديفرنشال مود هتلاقي ده في الاكتف وده في الريفرس اكتف، الكرنت ده كله هيمشي هنا وهتلاقي جهد النقطه دي بزيرو. فبالتالي كان في كان النقطه دي متوصله للجراوند، كان في سلكايه على المقاومه، وبالتالي المقاومه دي مش موجوده اصلا في الديفرنشال مود. في الديفرنشال مود المقاومه دي اصلا مش موجوده. طيب وبعدين هقول لك خلاص احنا هنبدا ناخد النص دوت ونشتغل عليه وهيبقى هو نص نفس النص ده بالظبط، لان انا لو حسبت الفي اوت هنا هتبقى هي نفسها الفي اوت هنا بس مع اختلاف الاشاره، لان التو ترانزستور زي بعض. فاقول اول حاجه انا هرسم الموديل بتاع الترانزستور، ادي كده الكوليكتور، ادي كده البيز، وادي كده الاميتر. يبقى ادي كده الكوليكتور، وادي كده البيز، وادي كده مين الاميتر ما بين، لا خلينا هنا البيز وهنا الكوليكتور. طب ما بين البيز والاميتر في مقاومه ار باي عليها فولت في باي. هنا ما بين طبعا الاميتر متوصل بالجراوند، شفناه اهو الاميتر متوصل بالجراوند، احنا كده بنعمل ترانزستور واحد منهم والتاني يبقى شغال. لكن قسمت ده كده متوصل بالجراوند وده كان متوصل بالجراوند وقسمته لنصين يعني. هنا طبعا الفولت اللي ما بين البيز والاميتر هو الفي باي، وهو في نفس الوقت الفي ام نص في انبوت ديفرنشال، هو في نفس الوقت نص الفي انبوت ديفرنشال، الفولت ما بين البيز وما بين الاميتر او البيز والجراوند، لان الاميتر اصلا متوصل بالجراوند. هتلاقي ان هو اول في باي بس هو في نفس الوقت نص في انبوت ديفرنشال. وهنا جي ام في الفي باي، وهنا مقاومة اسمها ار اوت، وهنا في برضه ما بين الكوليكتور والاميتر في مقاومة ار سي. حاجة مهمة نسيت اقولها، طبعا انا شغال في الاي سي اناليسيس، قلت لك اي كرنت سورس اوبن سيركت، فخلينا الكرنت سورس ده كان هنا اوبن سيركت، واي فولت سورس شورت سيركت، فبالتالي فولت سورس ده هيبقى عبارة عن شورت سيركت. يعني ايه شورت سيركت؟ يعني هيبقى عبارة عن جراوند، هيبقى جراوند ده اقصد. يعني اي فولت سورس بنعمله جراوند، بنخليه جراوندد، بنخليه زيرو، كنا بنلغيه اي فولت سورس، واي كرنت سورس بنخليه ايه؟ بنخليه اوبن سيركت. انا ليه بقول لك شورت سيركت؟ عشان مثلا لو هو متوصل سيريز كده مع حاجه، يعني هو ادي كده الفولت سورس متوصل مثلا، عايز نرسمه بشكل كويس اللي هو معايا هنا فولت سورس، ايوه متوصل بالشكل ده مع دايره مثلا كده، فبقول لك خليه شورت سيركت، ودي الجراوند سيركت، يعني شورت سيركت يعني كانه مش موجود، كاني لغيته. فنفس الكلام هنا، دي المفروض كانت الباتري مقارنه بالجراوند، يعني المفروض دي كان اصلا شكلها ايه؟ كانها بطاريه الموجب بتاعها هنا، والسالب متوصل بالجراوند سيركت. فانا اخليه شورت سيركت، يعني اخلي النقطه دي متوصل بالجراوند سيركت، نفس الكلام بالظبط، كاني خليته شورت سيركت. لان دي المفروض الموجب هنا بتاع الفي سي سي، والسالب متوصل بالجراوند سيركت، فانا خليته شورت سيركت، يعني خليت البوينت دي متوصله بايه؟ بالجراوند سيركت. فبقت البوينت دي جراوند. فبقت البوينت دي ايه؟ عباره عن جراوند وفي نفس الوقت دي جراوند. فانت هتلاقي برضو ما بين الكوليكتور والاميتر، ليه قلت الاميتر؟ ما هو الاميتر متوصل بالجراوند، فما بين الكوليكتور وما بين الجراوند او ما بين الكوليكتور وما بين الاميتر في برضو مقاومه اسمها ار سي. فده كده موديل الترانزستور، ان انا في ما بين البيز والاميتر ار باي عليه فولت في باي، في ما بين الكوليكتور والاميتر جي ام كرنت سورس اسمه جي ام في باي، ومقام اسمها ار اوت، وكمان لقيت ان في ما بين البيز والاميتر في فولت سورس اللي هو البطاريه اللي هي نص في انبوت ديفرنشال ما بين البيز والاميتر زي ما شفنا. وشفنا برضو ان ما بين
الكوليكتور والجراوند، لان خلاص انا شغال اي سي اناليسيس، فده بقى عباره عن جراوند اللي هو الكرنت، الفولت سورس بقى عباره عن شورت سيركت، فليت البوينت دي بقت جراوند. ففي ما بين الكوليكتور والجراوند اللي هو الكوليكتور والاميتر في مقاومه ار سي، في مقاومه ايه ار سي ما بين الكوليكتور والاميتر اللي هو هيبقى الجراوند، في مقاومه ايه ار سي. طيب ده كلام جميل. فدلوقتي بس عايز اقول لك حاجه، الار اوت احنا هنفترض دلوقتي في الاناليسيس بما لا نهايه عشان نسال نفسنا الاناليسيس، لان هي طالما مقاومه الار اوت دي على طول بتبقى قيمتها كبيره جدا، فلو هي حاجه كبيره جدا ممكن اعتبرها اوبن سيركت، لان حاجه كبيره جدا بارل مع مقاومه قيمتها صغيره بيديني مقاومه صغيره، اي اتنين بارل مع بعض واحده كبيره جدا واحده صغيره جدا هيبقى حاصل البارل بيديك حاجه صغيره. فهو لو في المساله كان مدي لك الايرلي فولتج، فانت منه، فانت من الدي سي اناليسيس هتعرف تحسب الاي سي زي ما عملنا من شويه، ان احنا اشتغلنا دي سي اناليسيس، ومنه هتعرف تحسب الار اوت فهتحطها وتشتغل عليها لو هو كان مدي لك الايرلي فولتج. لكن لو هو في المساله ما ادالكش الايرلي فولتج، ساعتها هتفترض ان الار اوت دي بايه؟ بما لا نهايه. واحنا دلوقتي في الاناليسيز للتسهيل هنفترض ان الار اوت برضه بايه؟ بما لا نهايه، يعني كنا اوبن سيركت، كنا مقاومه كبيره جدا في اوبن سيركت، عندك الايرلي فولتج ويبقى تقول له الايرلي فولتج على الاي سي وتحسب منه قيمه الار اوت وتدخلها معاك في الحسابات. طب تمام، يبقى لو انا عايز احسب الفي اوت، مش الفي اوت بتاعتي اللي هي الفي اوت 1 كانت الفولت من هنا للجراوند، الفولت من هنا للجراوند يعني كأنه الفولت ما بين الكوليكتور والإميتر، ده الفي اوت 1 اللي هو هنا اللي هو الفولت اللي على المقاومه ار سي. فاقدر اقول ان الفي اوت 1 بتساوي الكرنت سورس ده اللي تحت، فعايز اعكسه عشان اضربه في المقاومه ار سي، فاقول سالب جي ام في الفي باي في الار سي، يعني سالب جي ام في الفي باي هيدي لك قيمه الكرنت سورس ده بس معكوس اللي هو ماشي كده، اضربه في الار سي ده كده هيديني مين؟ ده كده هيديني الفي اوت 1، يبقى سالب الجي ام في الفي باي في الار سي ده هيدي لك مين؟ هيدي لك الفي اوت 1. طيب مين الفي باي؟ الفي باي الفولت اللي على المقاومه ار باي. خلي بالك انت عايز تجيب ريليشن ما بين الفي اوتبوت 1 وبين الفي انبوت ديفرنشال عشان تجيب منها الاي ديفرنشال، لان الجين هو الفي اوتبوت على الفي انبوت، ده الاي ديفرنشال هو الفي اوت على الفي انبوت. فالار الفي باي هي نفسها الفي النص في انبوت ديفرنشال، لان الجون بين النقطه دي النقطه دي هو نفسه الفي باي هو نفسه نص في انبوت ديفرنشال. فبالتالي اقدر اقول في اوتبوت 1 بيساوي سالب جي ام في نص الفي انبوت ديفرنشال، الكلام ده في الار سي، الكلام ده في مين؟ في الار سي. فيبقى الفي اوتبوت 1 على الفي انبوت، طبعا نص في انبوت ديفرنشال دي مكان الفي باي، فيبقى الاي ديفرنشال هو الفي اوتبوت 1 على الفي انبوت ديفرنشال اللي هو هيبقى سالب الجي ام، سالب الجي ام مضروب في نص الكلام ده نص في انبوت ديفرنشال الكلام ده مضروب في الار سي. بس ده كده مش الاي ديفرنشال، ده كده مش الاي ديفرنشال، ده كده انت حسبت الجين للاستيدج الاولانيه بس، ده كده مش التوتال جين، ان انت هتلاقي ان الجين دوت اصلا الفي اوت 1 دي هتطرح من الفي اوت 2 اللي داخل في فيز مختلف، فكانك بتجمع التو في اوت فتلاقي الجين مختلف. فانت ما ينفعش تشتغل بالطريقه دي، امال لازم تعمل ايه؟ بعد ما طلعت الفي اوت 1 هتقول له الفي اوت 2 بنفس الطريقه، مش هتعيد الكلام ده تاني، هتقول له نفس الكلام، يبقى سالب الجي ام في نص في انبوت ديفرنشال في الار سي، بس الاختلاف دي مش هتبقى سالب، دي هتبقى موجب، لان ده مش هيبقى نص في انبوت ديفرنشال، ده هيبقى سالب نص في انبوت ديفرنشال. فلما تيجي تشتغل على النص اليمين عشان تحسب الفي اوت 2 هيبقى نفس الكلام، بس هيبقى الفي انبوت بسالب نص في انبوت ديفرنشال، فهتلاقي ان السالب ده اتضرب في السالب ده بقت اشاره موجبه، لان ده مش هيبقى نص في انبوت ديفرنشال، ده هيبقى سالب نص في انبوت ديفرنشال، فهيتضرب في السالب بتاع الكرنت سورس اللي هو عكسنا اتجاهه، فهتلاقي ده بموجب. فتلاقي ان الفي اوتبوت التوتال اللي انا منها بقى احسب الديفرنشال جين واطلع القانون بتاعه اللي هو الديفرنشال جين التوتال اللي هو الضرب في الفي انبوت اللي كانت متقسمه عشان يطلع لي الفي اوتبوت التوتال اللي هو ما بين التو بوينتس بتوع الفي اوتبوت 1 والفي اوتبوت 2. فالفي اوت التوتال هي الفي اوت 1 ناقص الفي اوت 2 اللي هو هيساوي سالب نص جي ام في
في ال V input differential، في ال RC ناقص نص JM في ال V input differential في ال RC، يعني هتلاقي ان ال V output total هو عبارة عن سالب، لانه سالب نص وسالب نص يديك سالب واحد، سالب JM في ال V input differential في ال RC. فهتلاقي ان ال differential gain اللي انت عايز تحسبه هو ال V output على ال V input differential اللي هو سالب ال JM في ال RC. ولو عايز تاخد الماجنتيود، في الماجنتيود بتاعه انت تشيل الاشاره السالبه، لكن الاي ديفرنشال هي الجي ام في الار سي. فطبعا الجي ام دي انت اوريدي حسبتها من الدي سي اناليسز، اذا كانت بيت على الار باي اللي انت برضه حسبتها من الدي سي اناليسز، ومن دي اساسا حسبت الاي باي الاي بي، وان حسبت الار باي والجي ام اللي هي بيت على الار باي. فيبقى الاي ديفرنشال هو قيمه، هو عباره عن سالب الجي ام مضروبه في الار سي، وعايز تجيب الماجنتيود بتاعه فتشيل الاشاره السالبه. فدلوقتي اشتغلنا في الديفرنشال مود، عملنا ايه في الديفرنشال مود؟ لما لاحظنا ان احنا المفروض الديفرنشال مود يجيب الفي اوت 1 والفي اوت 2 بيطرحهم من بعض، فاول حاجه جبت الفي اوت 1 حطيت الموديل بتاع الترانزستور اللي هو الباي موديل، حسبت اصلا بارامترز باي موديل من الدي سي اناليسيس، انا خلاص شغال اي سي اناليسيس، فانا شغال بقى مره ديفرنشال دلوقتي هشتغل كومون. ففي سواء في الديفرنشال اللي احنا اشتغلنا فيه دلوقتي او في الكومون، هتبقى انت بتحط الكرنت سورس ده اوبن سيركت، فلقينا ان المقاومه دي هيبقى الجهد اللي عليها بزيرو، وحطيت الفولت سورس ده شورت سيركت، فلقيت ان هي النقطه دي بقت متوصله بالجراوند. دخلنا حسبنا الفي اوبت 1 والفي اوبت 2 بدلاله الفي انبوت ديفرنشال، طرحنا ده ناقص ده، جبنا الفي اوبت توتال، قسمنا الفي اوبت توتال على الفي انبوت ديفرنشال، طلع لي الاي ديفرنشال، وعرفت القانون بتاع الاي ديفرنشال اللي انا نفسي ان هو يكون كبير جدا. فانت بقى لو انت عايز تكبر الاي ديفرنشال دوت، حاول تكبر في قيمه الار سي بتاعتك. يبقى انت كده بتكبر في مين؟ في الديفرنشال جين بتاعك، لان انت نفسك ان هو يكون كبير جدا، ونفسك يكون الكومن مود جين اللي احنا لسه هنحسبه دلوقتي لما نيجي نشتغل في الكومن مود يكون قليل جدا. طيب لما اجي اشتغل بقى في الكومن مود، خلاص يبقى ده سالب جي ام في الار سي، ده عباره عن سالب جي ام في الار سي، خلي بالك من نقطه ان هو لو مثلا في المساله بتاعت الديفرنشال امبليفاير كانت حاطط لك الكرنت سورس ده، هتلاقي ان هو حاطط لك مكانه ار اي، بس هتلاقي ان حاطط لك هنا بطاريه. ليه حاطط لك بطاريه؟ ان انت بقى هنا في حاله الكرنت سورس انت كنت عارف قيمه الكرنت سورس ده كام، كان هيبقى في المساله يقول لك ده بكام والار اوت بكام، او حتى كان هيقول لك مثلا احسبه عن طريق ان هو يمنشن لك نوع الكرنت سورس والرسمه بتاعته. لكن لو حاطط لك مقاومه، هو هيحط لك هنا فولت عشان منه تقدر تحسب الكرنت اللي هيمشي هنا في المقاومه دي، لو انت عارف بقى الفولتج دروب هنا، وعارف الفي انبوت، الفي انبوت اللي هتبقى داخله، منه تقدر تحسب الكرنت اللي ايه اللي هيبقى ماشي. طبعا هي انت لو هتشتغل في الدي سي اناليسيس ده هيبقى بزيرو، الكرنت ده هيبقى بزيرو في الدي سي اناليسيس، لان هو الفي انبوت ديت هتبقى اي سي سيجنال، وانت معاك الفولت دوت تقدر تحسب منه الكرنت دوت. المهم يعني ان هو هيدي لك بطاريه هنا عشان تقدر تحسب الكرنت اللي ماشي في الار اي، لان ده بعد كده اللي هيتقسم هنا وهيتقسم هنا، ده بعد كده ايه اللي هيتقسم هنا وهيتقسم هنا. ففي المسائل الموضوع هيوضح لنا يعني، بس خليك عارف ان انت هتبقى عارف قيمه الكرنت دوت، بحيث بعد كده بقى تعرف ان انت في الدي سي اناليسز تحسب من الكرنت دوت مين، تحسب من الكرنت دوت الكرنت ده والكرنت ده، وبعد كده تحسب الاي بي، وبعد كده تبدا تحسب البارامترز بتاعت الترانزستور، كده تحسب ايه البارامترز بتاعت الترانزستور. بس احنا اشتغلنا على ده بس نفس الكلمات، لان انت مديلك معلومات زي ما هتشوف بقى في المسائل هتعرف انها تحسب قيمه الاي الميتر ده هيبقى بكام، ومن الكارنت ده تعرف برضو ان انت تحسب بقى بقية البارامترز بتاعت الترانزستور. كلام جميل. ف ده كده اول حاجة اشتغلنا عليها في الديفرنشال مود، وطلعنا ان هو سالب جي ام في الار سي. طب لما نيجي نشتغل بقى في الكومن مود، ركز معايا، لما نيجي بقى نشتغل في الكومن مود، طبعا نفس المعلومات برضو، الفولت سورس هيبقى الكرنت سورس هيبقى اوبن سيركت، والفولت سورس هيبقى شورت سيركت. بس هل المقاومه بقى هنا في الكومن مود هتختفي ولا مش هتختفي؟ تعال بص كده، يعني انت هنا كان عندك هنا المفروض في كرنت سورس هيبقى اوبن سيركت عشان انت شغال اي سي اناليسيس، انا مشتغل في الكومن مود بس انا شغال اي سي اناليسيس، وطبعا الانبوت بتاعك هيبقى عباره عن في انبوت كومن على الطرفين، اللي هو النويز اللي هتبقى في انبوت كومن اللي هي داخله بنفس الفيز، عشان كده ما حطيتش سالب. وهنا برضه في انبوت كومن،
هنا بقى، هل المقاومه دي هتختفي؟ الكارنت سورس اختفى عشان شغال اي سي ان اس، هل المقاومه ار اي دي هتختفي؟ المقاومه ار اوت او ايا كان اسمها ايه، هل هتختفي ولا مش هتختفي؟ هل المقاومه دي هتختفي ولا المقاومه دي مش هتختفي؟ ولا مش هتختفي. ليه بقى؟ ان المره دي هما داخلين ان فيز، المره دي هما الاثنين داخلين ايه، ان فيز. طب انا عايز اعمل حل، ما خلاص دي مش هتختفي يعني، المره اللي فاتت عشان كان ده الكارنت ماشي هنا كله هيمشي هنا، لكن المره دي لا، المره دي ده كده هيبقى شغال اكتف عادي وده شغال اكتف عادي، لان الاثنين داخلين ان فيز، وهنا 7 من 10 وهنا 7 من 10 والدنيا ايه تمام يعني. فايه الحل، ايه الحل علشان ابدا ان انا اشتغل في الكومن مود واعمل نفس اللي عملته في الديفرنشال مود واحسب الاي كومن؟ ولكن الحل ان انت تمسك المقاومه دي تقسمها نصين، نص هنا ونص هنا، علشان تقدر ان انت تحل نص واحد ونص التاني يبقى شبه، عشان يبقى فيه سيمتري. المفروض اخد المقاومه دي اقسمها نصين، فمش المقاومه ار اوت دي ممكن اقسمها ايا كان بقى اسمها ايه، عايز تسميها ار اي براحتك، بس هي ار اوت عشان كان هنا في كارنت سورس. ممكن اقسمها اثنين ار اوت بارل مع بعض، فالمقاومه ار اوت دي انا ممكن اقسمها لمقاومتين اثنين ار اوت بارل مع بعض، لان لو اثنين ار اوت بارل مع بعض هيبقى التوتال بتاعتهم ايه، ار اوت، وار اوت منهم اوديها هنا وار اوت منهم اوديها هنا، بحيث النص الواحد يبقى بشكله كده، ده النص الواحد، ادي ار اوت وادي الار سي وادي البي 1. بس دي مش هتبقى ار اوت، دي هتبقى 2 ار اوت، لان انا قسمتها 2 ار اوت بار مع 2 ار اوت، ار اوت هيروح هنا وار اوت ايه 2 ار اوت هتروح على النص الثاني، النص الثاني يبقى شبه بالظبط برضه، هنا الفي اوت 1 وهنا هتلاقي الفي اوت 2 بالماينس، وده كده موجب سالب الفي اوت. فهنبدا نحل الجزء ده اللي هو هيبقى ايدنتيكال الجزء الثاني، وقلت لك الانبوت هيبقى هو الفي انبوت كومن، فنفس الكلام هنرسم الموديل بتاع الترانزستور، بس طبعا هيبقى فيه اختلاف بقى المره دي لان في مقاومه على الاميتر، فده اللي هيبقى الاختلاف في الكومن مود، اللي في الكومن مود المقاومه دي ما اختفتش. فنبدا نعمل ايه، نقول في ما بين البيز و الاميتر في مقاومه احنا عارفين ار باي عليها فولت في باي، وفي هنا في انبوت كومن، وفي هنا جي ام في الفي باي بارل معاها مقاومه اسمها ار اوت، و ده لحد دلوقتي ده كده ما بين الكوليكتور، ده كده الموديل بتاع الترانزستور. تعال بقى نكمل، عندك ما بين الكوليكتور و طبعا نفس الكلام، انت شغال بقى دلوقتي اي سي اناليسيس، فده هيبقى جراوند تمام، فهيبقى عندك ما بين الكوليكتور و الاميتر في مقاومه ار سي عليها فولت في اوت 1 تمام. ايه تاني عندك المره دي بقى، ما بين الاميتر وما بين الجراوند، الاميتر مش متوصل بالجراوند المره دي، الاميتر مش متوصل بالجراوند تمام. بس في نقطه، الار سي دي مش هتبقى مع الاميتر، يعني الار سي دي هتبقى ما بين مين ومين، المقاومة ار سي دي هتبقى ما بين الكوليكتور والجراوند، مش ما بين الكوليكتور والاميتر، فدي هتبقى ما بين الكوليكتور وجراوند السيركت. وفي عندك ما بين الاميتر وما بين الجراوند في مقاومة اسمها 2 ار اوت، ما بين الاميتر وما بين الجراوند. طب هل ينفع اخد المقاومة دي انقلها هنا بحيث يبقى كده ده كده مقاومه سيريز مع المقاومه دي متوصله بالجراوند، وده كده متوصل بالجراوند، ويبقى خلاص كده الكوليكتور متوصل شويه حاجات مع الجراوند والبيز متوصل مع شويه حاجات بالجراوند؟ اقول لك اه، بس خلي بالك المقاومه دي ماشي فيها مين، ماشي فيها الاي اميتر، احنا عارفين ماشي فيها الاي اميتر، ماشي فيها الكارنت الاي اميتر اللي هو 1 زائد بيتا في الاي بيز. فانت بتلاقي ان الفولتج دروب على المقاومه ديت هي 1 زائد بيتا الاي بيز في الاثنين ار اوت تمام. ده كده اللي هو الفولت اللي هيبقى على المقاومه دي اللي هو 1 زائد بيتا في الاي بيز في اثنين ار اوت. طب لو انا عايز انقلها هنا، ما انت لما تنقلها هنا هيبقى ماشي فيها اي بيز بس، هيبقى الفولت دروب عليها هو اي بيز في اثنين ار اوت، عشان كده انت لو هتنقلها هنا لازم تضربها في 1 زائد بيتا، فقيمه المقاومه نفسها تتغير، هتبقى اثنين ار اوت في 1 زائد بيتا، بحيث لما يمشي فيها اي بيز يبقى نفس الفولت دروب عليها. فتلاقي نفسك انت ممكن تنقلها لفوق وتسهل على نفسك الموضوع، اللي انت ترسمه بالشكل ده، ادي كده البيز وادي كده الكوليكتور،
وادي كده الاميتر، وهيبقى في ما بين الكوليكتور والاميتر برضو كالعاده الكرنت سورس ده، ما تحطش الار اوت خلاص ان احنا هنعملها نجلكت. وهنا في الار سي، هنا في الفي اوت 1، هنا هيبقى في ار باي سيريز مع ايه بقى؟ ار باي طبعا عليها فولت في باي سيريز مع 1 زائد بيتا في 2 ار اوت. تمام، هتلاقي في المدرسه مسميها ار اي، هتلاقي مسميها ار اي. وهنا في الفي انبوت كوم. طيب الفي اوت برضو كالعاده الفي اوت 1 هو سالب الجي ام في الفي باي في الار سي. هتيجي نجيب الفي باي دي فانكشن في الفي انبوت كومن، عشان نقول الفي اوت كومن على الفي انبوت كومن ده هيديني ايه؟ الاي كومن. ف الفي باي تبقى عباره عن الفي انبوت كومن في ايه بقى؟ ولك ده فولتج ديفايدر، ان الفي باي هي الفي انبوت كومن مضروبه في الار باي على حصر جمع المقاومتين، لان هي الفي انبوت كومن مضروبه في الار باي على حاصل جمع الار باي زائد 1 زائد بيتا في 2 ار اوت. انا كده جبت ده كده مكافئ للفي باي، بس اضربه بقى في سالب جي ام في الار سي. ده كده بس الفي باي اللي هو الفي انبوت كومن في الار باي على حاصل جمع مين؟ المقاومتين. يبقى الفي انبوت كومن في الار باي على مين؟ على حاصل جمع المقاومتين اللي هي ار باي بلس المقاومه دي. تمام، يبقى انا كده جبت فعلا الفي باي فانكشن في، لا لا انا بس اللي انا كاتبه ده غلط، اللي انا كاتبه ده هو الفي باي بس، الكلام ده ايه؟ شيلوه. فالفي باي هي الفي انبوت كومن مضروب في الكلام ده، بحيث ممكن بقى اشيل الفي باي واحط مكانها الكلام ده لو عملت فولتج ديفايدر. في انبوت كومن في المقاومة على حسب جمع المقاومتين. طيب هيبقى الفي اوت 1 هو سالب جي ام، نشيل بقى الفي باي نحط مكان الايكوفلنت بتاعها. الكلام ده مضروب برضو في الار سي. المره دي بقى لا في سيمتريه بالظبط، لان التو انبوتس داخلين ان فيز ففي سيمتريه. فانا لو حسبت الايكوم مود هنا هيبقى هو نفسه بالظبط الايكوم مود في الترانزستور اللي على اليمين. فالايكوم مود هنا هيبقى عباره عن الفي اوت 1 مقسوم على الفي انبوت كومن، اللي هو هيبقى عباره عن سالب جي ام في الار باي على الار باي زائد 1 زائد بيتا في 2 ار اوت. الكلام ده كله مضروب في مين؟ في الار سي. تمام، الكلام ده كله مضروب في الار سي. ممكن نعمل شويه اختصارات، يعني خليك عارف مثلا ان الار باي هتبقى صغيره جدا مقارنه بالار اوت. فانا ممكن اعمل ابروكسيميشن، وده اللي معمول في الملزمه، ان انا هنجلكت كل الكلام ده، هسيب بس الار سي على 2 ار اوت، تبقى سالب ار سي على 2 ار اوت، لان الكلام ده كله هيبقى صغير جدا مقارنه ب الار اوت اللي هو كل الكلام ده اللي هو ار باي هنا نجلكت من فوق، نجلكت من المقاومه، ونجلكت كمان الجي ام. وطبعا نفس الكون مود ده هيبقى بالظبط نفس الجين ده هيبقى موجود في الترانزستور على اليمين، المره دي فيه سيمتري. فبص كده في الكومن مود هو هنا مسميه ار اي اي بس، مع انها اصلا كانت بارل مع اللي هو الكرنت سورس، ومفروض هي الاوتبوت ريزيستنس بتاع الكرنت سورس، بس هو مسميه ار اي اي على اساس ان هي الاوتبوت ريزيستنس بتاعت على اساس ان هي موجوده في الانفنتوري. فعملنا نفس الديزاين اهو، والار سي فعلا كانت، بص الار سي كانت متوصله بين الكوليكتور والجراوند، مش بين الكوليكتور والانفنتر، بين الكوليكتور والجراوند. وبعد كده بقى بدانا ان احنا طلعنا دي هنا فوق، وده القانون اللي احنا طلعناه دي اللي هي الفي انبوت كومن. وفي الاخر خالص هنعمل شويه ابروكسيميشن، هنعمل ايه شويه ابروكسيميشن، يعني احنا يعني هو عادي يعمل شويه ابروكسيميشن هنا ويقسم على 1 زائد بيتا ببسط ومقام، يعني اقسم على 1 زائد بيتا هنا، 1 زائد بيتا هنا، 1 زائد بيتا هنا. والار باي على 1 زائد بيتا دي هي ار اي، هي اللي هي بتبقى الريزيستنس بتاعت الاميتر. فقال لك دي صغيره جدا مقارنه بالار اي اي، وقال لك الجي ام في الـ في الـ في الار باي هي البيتا. احنا عارفين الجي ام كانت هي البيتا على الار باي، كانت البيتا على الار باي هي الجي ام، فالجي ام في الار باي هي البيتا. فانت لما تقسم فوق على 1 زائد بيتا وهنا على 1 زائد بيتا وهنا على 1 زائد بيتا
واحد زائد بيت هنا بتطير، هنا 4 واحد زائد بيت ار دي، دي بتبقى قيمتها صغيره جدا اللي هي مقاومه الاميتر، مقاومه ايه صغيره جدا، فطبعا نيجليكتد مقارنه بالار اي، يعني نيجليكتد مقارنه بمين؟ بالار اي. والجي ام في الار باي دي هتدي لك البيتا، فتلاقي بيتا على واحد زائد بيتا كانها بواحد، فتلاقي ان هي في الاخر سالب ار سي على 2 ار اي. او ممكن تعتبر بقى كل الفاكتورز دي اسمها الفا، بس انت تقول الالفا دي شبه بواحد، ليه بقى بيتا على واحد زائد بيتا، الكلام ده مضروب مضروب في الجي ام على ار باي زائد واحد زائد بيتا. لا مش اللي هو الترمز دي كلها، الترمز اللي ما عدا سالب ار سي، يعني الترم ده سماه ار اي عادي، سابه زي ما هو، وده 2 ار اي عادي، اللي هو السالب الجي ام في الار باي اللي هي بيتا على واحد زائد بيتا، قال لك البيتا على واحد زائد بيتا دي اللي هي الالفا. فانت الكلام ده لو انت عايز تشتغل بقى شغل اكيورتي، لكن احنا هنقول ان الالفا صغيره جدا، بتبقى تقريبا بواحد، الالفا اقصد تقريبا بواحد، لان انت بتتكلم ان انت بيتا على واحد زائد بيتا، البيتا بتبقى كبيره، لما اقول مثلا 100 على واحد زائد 100 اللي هو 100 على 100 واحد، هتلاقي ان تقريبا بواحد، وهتلاقي ان الار اي بتبقى نيجلكتد مقارنه بالار اي، فبالتالي هتلاقي ان ده كده القانون ايه الفاينل، هتلاقي ان ده كده القانون الفاينل بتاعك. طب احنا قلنا من شويه ان انا لو عايز ان انا هدفي الاساسي انا كده خلاص عرفت اطلع قانون للـ A differential وقانون للـ A common mode، بحيث لو طلبها مني في المساله هثبت له الكلام ده وابدا اعوض في القانون. لقيت ان الـ A differential طلع معايا ب سالب جي ام في الار سي، سيبك من الاشارات، والايكو مود طلع معايا بسالب ار سي على 2 ار اي. دي كده اللي هي كانت الامبيدنس اللي هي متوصله عند الاميتر، لو قلت ممكن تكون امبيدنس منفصله، او ممكن يكون دي كده الاوتبوت امبيدنس بتاع الكرنت سورس، يبقى هو مدي لك الكرنت سورس. طب احنا كنت بقول لك ان انا عايز دي تبقى كبيره جدا ايديال بما لا نهايه، ودي صغيره جدا ايديال تكون بزيرو، عايز ده يبقى بزيرو وعايز ده يبقى كبير جدا. اعمل الكلام ده ازاي؟ اكبر ده عن طريق ان انا اكبر الار سي. طب ده اقلله ازاي؟ ما الار سي خلاص انا كبرتها، اقلل ده بقى ازاي؟ اقول لك عن طريق ان انت تكبر الار اي، تكبر جدا الار اي. فانت لو هتستخدم مقاومه، لو انت هتستخدم مقاومه في الاميتر هتحط ار اي كبيره جدا، هتحط ار اي كبيره جدا، او تستخدم كارنت سورس يكون الاوتبوت امبيدنس بتاعته كبيره جدا. اختار حاجه من الاثنين، يا اما تستخدم كارنت سورس يكون الاوتبوت امبيدنس بتاعته كبيره، يا اما ان انت تحط مقاومه كبيره. فعلشان كده ساعات بيستخدموا كارنت سورس. ليه ساعات بيستخدموا كارنت سورس بدل ما يحط مقاومه يحط، لا يحط كارنت سورس بدلها؟ ان هو لو حط مقاومه هو محتاج مقاومه كبيره جدا عشان يضمن ان الايكوم المود يكون قليل، فمضطر ان هو يكبر حجمها جدا في الانتجر سيركت اللي احنا قلنا عيب. كان ممكن يستخدم كارنت سورس من الكارنت سورس اللي احنا اخدناها يكون الاوتبوت امبيدنس بتاعته كبيره، وفي نفس الوقت مش محتاج يحط فيه مقاومات كثيره عشان يصنع الكارنت سورس لنفسه، مش محتاج يحط فيه مقاومات بقوائم كبيره، يبقى هو كده قدر ان هو يحصل على مقاومه كبيره اللي هي الاوتبوت امبيدنس بتاعت الكارنت سورس من غير ما يكبر في حجم المقاومه في الانتجر سيركت. المهم يعني سواء بقى تحط مقاومه عاديه او سواء تحط كارنت سورس بارل مع مقاومه، لازم تكون قيمه المقاومه دي كبيره عشان تضمن ان الكومن مود هيبقى قليل جدا. في ترم بقى مهم جدا اسمه الكومن مود ريجكشن ريشيو، اسمه الكومن مود ريجكشن ريشيو. ده عباره عن المودلس بتاع الاي ديفرنشال مقسوم على الايكو مود. كل ما ده يكبر كل ما يبقى انت الكواليتي بتاعت الديفرنشال امبليفاير بتاعك عاليه، لان انت كل ما ده يكبر وده يقل كل ما الرقم ده هيكبر، فانت هدفك اصلا ده يكون بزيرو وده يكون بما لا نهايه كبير جدا. فانت كل ما الاي ديفرنشال يكبر او الايكو مود يقل، كل ما تلاقي الكومن مود ريجكشن ريشيو بتاعك، فده كده حد اسمه كومن مود ريجكشن ريشيو، ان انا بعمل ريجكت للنويز اللي في الكومن مود. فكل ما الاقي الرقم ده كبير كل ما افهم ان الديفرنشال امبليفاير ده كويس وبيعمل ريجكت للنويز بريشيو عالي جدا، ان قيمه الديفرنشال للسيجنال نفسها، قيمه الامبليفيكيشن للسيجنال نفسها مقارنه للامبليفيكيشن بتاع النويز كبير جدا، فبالتالي هو شبه ما عملش امبليفيكيشن للنويز اصلا، ده بالعكس ده هو عمل ريجكت للنويز. ده اسمه كومن مود ريجكشن ريشيو. ساعات بيدولك بالدي بي او بيطلبوا منك بالدي بي الديسبل يعني، فانت عشان تحسبه ان دي بي فتقول ان ده كده ريشيو ده كده رقم على الرقم فيدي لك رقم غير يونت، عايز بقى تحسبه بالدي بي هتقول 20 لوج الكومن مود ريجكشن ريشيو العادي، هيدي لك الرقم ده بس ايه بالدي بي. فكل طبعا ما يكبر بالدي بي كل ما يبقى ايه كل ما يبقى الريجكشن اعلى.
فين يبقى الريجكشن اعلى، يبقى كده الديفرنشال امبليفاير بتاعك الكواليتي بتاعته ايه؟ الكواليتي بتاعته اعلى. طب تعال نحل اول مساله في الشيت. دي 1 كيلو اللي هي الار سي، وده كده 10 فولت، وده 1 كيلو، وده كده كارنت سورس قيمته 2 مللي امبير. هم دول في المساله دي كده، اول مساله في الشيت. وده كده الار اوت بتاعت الكارنت سورس وقيمتها ايه؟ 100 كيلو. وده الجراوند بتاعك، وبيقول لك احسب لي مين بقى؟ احسب لي هتلاقي ان هو قايل لك الاول احسب لي الاي سي 1 والاي سي 2، جايب لك احسب لي الاي ديفرنشال واحسب لي الاي كومن، ويقول لك كمان احسب لي الكومن مود ريجكشن ريشيو. فطبعا انت هتبروف بقى الحاجات دي عشان تبروف مثلا الاي ديفرنشال والاي كومن. فاول حاجه انت هتعملها ان انت هتشتغل في الدي سي اناليسيس. فتقول له انا هشتغل في الدي سي اناليسيس، ولو هشتغل في الدي سي اناليسيس فالاي سي سيجنال دي والاي سي سيجنال دي الاثنين هيبقوا عباره عن ايه؟ عباره عن شورت سيركت. فدي هتبقى عباره عن شورت سيركت، ودي هتبقى عباره عن ايه؟ شورت سيركت. فتلاقي ان الكرنت دوت اللي هو 2 مللي امبير هيتجزأ، هنا يروح 1 مللي امبير، وهنا يروح لك مين؟ 1 مللي امبير. فهنا يروح 1 مللي امبير، وهنا يروح ايه؟ 1 مللي امبير. فطبعا 1 مللي امبير ده هو الاي اي، فانت عايز تحسب اللي هو الاي اي 1. خلي بالك ان الاثنين دول هيطلعوا نفس القيمه لان التو ترانزستور ايدنتيكال. فالاي اي 1 هيبقى هو ال 1 مللي امبير. طب الاي بي 1 هو 1 مللي امبير على البيتا، وهتلاقيه كان مدي لك قيمه البيتا ب 100. كان مدي لك قيمه البيتا بكام؟ 100. فتقول 1 مللي امبير على 100، انت كده حسبت الاي بيز. طب الاي سي اللي هي لا مش على 100 اقصد، الاي اي الاي بي هي الاي على 1 زائد بيتا اللي هو 100 بلس 1 اللي هي 101. يعني انا كده حسبت الاي بيز، الاي بيز دي هضربها في الاي بي اطلع الاي سي، لان الاي اي على 1 زائد بيتا يديني الاي بيز. يبقى انا كده طلعت مين؟ يبقى انا كده طلعت الاي سي. يبقى انا اول حاجه من الاي اي حسبت الاي بي، وبعد كده حسبت منه الاي سي. فده كده المطلوب الاولاني ان انا احسب الاي سي 1، وان انا احسب مين؟ الاي سي 2. فده كده كان المطلوب الاولاني. طيب بعد كده بيقول لك احسب لي الاي ديفرنشال. فطبعا انا بما اني شغال في الدي سي اناليسيس هحسب بالمره الار باي، هتبقى هي الفي ثيرمال 25 مللي فولت على الاي بيز، واحسب برضو الجي ام اللي هي هتبقى البيتا اللي هي جيفن معايا 100 على الار باي. حسبت الجي ام وحسبت مين؟ حسبت الار باي. طيب وبعدين، وبعد ما هكون حسبت الار باي وحسبت الجي ام اعمل ايه؟ اقول لك تبدا بقى ان انت تشتغل في الاي سي اناليسيز، تعمل بقى نفس اللي احنا عملناه وتثبت له ان الاي ديفرنشال هو سالب الجي ام في الار سي. الجي ام انت اوريدي حسبتها، والار سي هو مديلك 1 كيلو، يبقى انت كده حسبت الاي ديفرنشال. تشتغل نفس الشغل اللي احنا اشتغلناه وتقول له يبقى الاي كومن مود هو عباره عن، حط له بقى القانون الكبير كله من غير اي اختصارات خالص، حط القانون الكبير كله اللي احنا استنتجناه من شويه. طالما انت احنا بس كنا بنقول لك اختصارات ان كيس ان هو مش مدالك، يعني طالما هو مدي لك كل البارامتر هتعوض في القانون الكبير ده. معاك الجي ام، معاك الار باي، معاك البيتا، معاك الار اي اي، هو مدالك ب 100 كيلو، مدالك مساله ب 100 كيلو، معاك كل حاجه. معاك الار سي ب 1 كيلو، فتبدا تعوض هنا وتحسب. طبعا لما تثبته في الاول تثبته له في الاول، وبعد ما تثبته له هتبدا ان انت تعوض وتحسب الايكومن مود. بعد كده تبدا ان انت تحسب الكومن مود ريجكشن ريشيو اللي هو هيبقى المودولس بتاع الاي ديفرنشال على الايكومن مود. مثلا هيطلع لك قول ب 100، مثلا اديك مثلا طلع ب 100، فانت كده معناه ان التكبير في ده مقارنه بده ب 100، فهتبدا ان انت تاخد 20 لوج للكلام ده وتحسب له برضه الكومن مود ريجكشن ريشيو بالدي بي اللي هو 20 لوج. مثلا لو طلع ب 100 يبقى 20 لوج ب 100. كل زي ما قلت لك الرقم ده يكبر، او كل ما الرقم ده يكبر بالدي بي معناه ان الريجكشن عادي، الريجكشن كويس. فده كده كان اول سؤال في الشيت، بس هو كان 3 بارتس. ده السؤال البارت الاولاني في اول سؤال اللي هو بارت ايه. بارت بي جه عمل ايه؟ جالك هنا
وزودت لك ريزيستنس وجالك هنا ويزود لك ريزيستنس. تعال بس نرسمها بشكل وحش شويه. ده الطبيعي الشكل بتاعها. ده الطبيعي الشكل بتاعهم. فهو جالك هنا زود ريزيستنس وجالك هنا زود ريزيستنس. فزود ريزيستنس هنا وزود ايه؟ ريزيستنس هنا. وده بقى كده ايه؟ وطبعا كان مدي لك كونت ريزيستنس دي وكونت ريزيستنس دي. وده كده التغيير اللي هو عمله وبقى كده مطلوب بيه. طب هل ده هيختلف حاجه في الدي سي اناليسيز؟ اقول لك ده مش هيختلف حاجه في الدي سي اناليسيز. ستيل الاي اوت دوت هيبقى ماشي هنا كده اي 1 مللي امبير، ماشي هنا 1 مللي امبير، هنا 1 مللي امبير 1 مللي امبير، بحيث يتجمعوا هنا ويبقى هو ده كده ال 2 مللي امبير. فهتلاقي ان هو في الدي سي اناليسيز ما اختلفش اي حاجه خالص. ما اختلفش اي حاجه خالص وطلع معاك نفس الارقام. لكن في الاي سي اناليسيز، في الاي سي اناليسيز هتلاقي الموضوع اختلف، لان انت تضاف معاك هنا مقاومه، المقاومه دي ما بين الاميتر وما بين الجراوند. يعني لو انت فاكر في الديفرنشال لما كنا شغالين في الديفرنشال اناليسيز كنا بنعمل ايه؟ كان بيبقى الاميتر متوصل بالجراوند لان كانت المقاومه دي بتختفي في الديفرنشال اناليسيز. في الديفرنشال اناليسيز كانت المقاومه دي بتختفي، فبالتالي انت كنت بتبقى الاميتر متوصل بالجراوند او مش بتختفي، هي كان عليها شورت سيركت. هنا برضه هتختفي بس هيبقى ما بين الاميتر والجراوند في مقاومه ثانيه. فالمقاومه دي هتضاف معاك في الديفرنشال اناليسيز. فانت نفسك في الديفرنشال اناليسيز بدل ما كان الاميتر متوصل بالجراوند وكنت بتحسب بقى الاي ديفرنشال عن طريق ان هو كان بيبقى كده، كان بيبقى ادي البيت البيت الفيز وادي كده الاميتر، كان في هنا ار باي وكان الاميتر متوصل بالجراوند لان المقاومه دي كانت بتختفي. هي المقاومه دي هتختفي برضه، بس المقاومه دي هتختفي لان فرق الجهد هنا هيبقى زيرو وكل الكرنت ده هيروح هنا. نفس الكلام بالظبط، كل الكرنت ده هيروح هنا لان ده هيبقى اكتف، ده ريفرس اكتف في الديفرنشال اناليسيز. بس الاختلاف ان انت بقى عندك مقاومه هنا دلوقتي، لما تيجي اختفت بقى عندك ما بين الاميتر وما بين الجراوند، النقطه دي هتبقى الجراوند، هيبقى عندك ما بين الاميتر وما بين الجراوند في مقاومه. نفس الكلام في الناحيه اللي على اليمين، بس احنا بنشتغل ناحيه واحده بنقول حتى في الديفرنشال والكومن بنعممها. فهنا في الديفرنشال هتلاقي بقى في مقاومه هنا، فالمقاومه دي انت مضطر ترفعها لفوق. في الديفرنشال اناليسيز هتروح تضربها في حيز البيتا وترفعها لفوق وتبدا تحسب الفولت هنا، بحيث يبقى ده كده هو الفولت الفي باي. وطبعا الانبوت بتاعك كان مين؟ كان نص الفي انبوت ديفرنشال في الكيس الاولانيه. فالمره دي بدل ما كنا بنقول ان الفي باي هي نص في انبوت ديفرنشال على طول، لا هتبقى نص في انبوت ديفرنشال في الار باي على الار باي بلس المقاومه اللي اترفعت دي. المقاومه اللي هترفع هنا هتبقى ار اي في واحد زائد بيتا. هترفع هنا هتبقى ايه؟ ار اي في واحد زائد بيتا. فهيبقى نص في انبوت ديفرنشال في الار باي على حاصل جمع المقاومتين، ده هيدي لك الفي باي. ده هيدي لك مين؟ هيدي لك الفي باي. فده الاختلاف، ان انت المقاومه ده مش اسمها ار اي، ايا كان اسمها ايه للمقاومه دي. لما يضيف لك مقاومه هنا مقاومه هنا، اه جود النقطه دي زيرو، فالمقاومه دي هتختفي في الديفرنشال اناليسيس، بس هيبقى عندك ما بين الاميتر والجراوند في مقاومه. في ما بين الاميتر والجراوند في مقاومه. فبالتالي بقى هترفعها لفوق مع البيز، تبدا تحسب الفولت اللي على الار باي. يبقى هو ده كده الفي باي، هتلاقي ان الاوت زي ما هو هو سالب جي ام في الفي باي في الار سي. تبدا تعوض وتحسب الفي اوت 1، بعد كده تحسب الفي اوت 2 نفس الكلام، بس هنا يبقى في سالب في الفي اوت 2 وتطرحهم وتحسب الاي ديفرنشال. وطبعا تعوض بقى بالارقام وتحسب كومه الاي ديفرنشال. طب في حاله بقى الكومن مود، في حاله الكومن مود كان بيبقى عندك دي بتتقسم 2 ار اي على اليمين و2 ار اي على الشمال. فالمره دي بقى ايه؟ المره دي اصلا ما اختفتش، دي هتروح هنا ب 2 ار اي وهتروح هنا ب 2 ار اي. فلما تروح هنا ب 2 ار اي هتبقى سيريز مع دي. فانت هتلاقي عندك في الكومن مود المره دي ايه؟ بقى عندك ما بين الاميتر والجراوند في مقاومتين. في المقاومه ديت اللي انا هسميها ار، اللي هي كان في ار على الشمال وار على اليمين، فدي هتبقى ار، ودي نفسها هتبقى موجوده في الكومن مود. فتروح هنا 2 ار اي، كانت بتروح هنا 2 ار، مثلا لو دي اسمها ار اوت كانت بتروح هنا 2 ار اوت وتروح هنا 2 ار اوت. فالمره دي هيبقى عندك ما بين الاميتر والجراوند 2 ار اوت بلس الار، الار اللي هي اصلا ديت. فهي دي بقى اللي هي 2 ار اوت بلس الار، هي دي اللي هتترفع لفوق، هي دي بقى اللي هتضرب في 1 زائد بيتا وتترفع لفوق. فهتلاقي ان في الكون مود دي اللي هتترفع، اللي هي هتبقى مش ار بس،
مش الار بس هي اللي بتطير فوق، زي بتطير فوق على فوق، لا هتبقى 2 ار اوت بلس الار، لان الار اوت هتبقى موجوده اصلا، وكنا بنقسمها نص شمال 2 ار اوت نص يمين 2 ار اوت، بحيث يبقى 2 ار اوت برل مع بعض يديك الار اوت. فده كده اللي هيختلف في الكومن مود، وتبدا تشتغل ان هي دي كده المقاومه اللي بتترفع لفوق، وكده تبدا تحسب الفولت اللي هنا برضو، وهنا هيبقى داخل لك في انبوت كومن برضو، تبدا تجيب الريشه ما بين الفي انبوت كومن والفي باي عشان تعوض في الفي اوت، تشيل الفي باي اللي في الفي اوت وتحط مكانها دلالتها بالفي انبوت كومن، وتحسب الاي كومن مود، تمام؟ فنفس الكلام. فده كده الاختلاف اللي هيحصل. ايه هو الاختلاف اللي هيحصل؟ ان انت في الديفرنشال مود المقاومه دي هتختفي برضو، بس دي هتبقى موجوده وتترفع لفوق عن طريق اسم على تضرب واحد زي بيتا، وهتحسب في اوت 1 هتقول سيمتري في اوت 2 نفس الكلام، بس هيبقى هنا داخل سالب في انبوت ديفرنشال. في الكوم مود دي مش هتختفي، هتبقى عباره عن 2 ار اوت هنا و2 ار اوت هنا، الاثنين ار اوت اللي هتيجي هنا هتبقى سيريز مع ديت، يبقى كده 2 ار اوت بلس الار دي، هي دي كده المقاومه اللي هتترفع فوق وتشتغل برضو نفس حسابات الكوم مود. فده كده بارت رقم بي. طب بارت رقم سي، راح شال المقاومتين دول، بارت رقم سي من نفس المساله، بس حط لك مقاومه هنا ما بين في اوت 1 وما بين في اوت 2، راح حط لك مقاومه اسمها مثلا ار. فايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان انت كل اللي هتعمله انت هتاخد الار دي تقسمها ار على الاثنين هنا برل، و ار على الاثنين هنا برل مع مقاومه الكوليكتر، ودي هتختفي بس كده، ودي ايه هتختفي. فانت دي هتختفي الار دي، وهتقسمها هنا ار على الاثنين، وتقسمها هنا ار على الاثنين، وتبقى شغال في الاي سي اناليسيز. هتبقى ايه؟ هتبقى المقاومه اللي ما بين الكوليكتور وما بين الجراوند، المقاومه بين الكوليكتور وما بين الجراوند، لان احنا عارفين في الديفرنشال هيبقى الامتر هو الجراوند، في الكومن الامتر مش هو الجراوند، احنا هنعمل حركه عشان ننقل المقاومه ونخلي الامتر هو الجراوند، بس المهم يعني المقاومه اللي تبقى ما بين الكوليكتور والجراوند هتبقى عباره عن 1 كيلو بارل مع ار على الاثنين، وهنا 1 كيلو بارل مع ار على الاثنين، والمقاومه ار اللي كانت محطوطه في النص دي انا شلتها خلاص. فده كده الحل بتاع مطلوب ايه؟ مطلوب رقم سي. فنكتفي بكده في السكشن دوت، والسكشن الجاي برضه نحل مور اكزامبلز على الديفرنشال امبليفاير.